أطفال ومواهب نحن، كلمات عانقها لحن، نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. نكمل بنشيد واستعراض كما نشاهد الآن الألعاب النارية في سماء محافظة بلجرشي. الأجمل الأغلى نشد إنك وطننا ودارنا الأغلى، كل صوت إلك يا الغالي يهتف لك نشيدي وألحاني وموالي. وحن المواهب فيك ندعي ربي السماء طول الزمان يحمي، نفتخر إننا أهلك ونمشي فيك كلنا مثلنا خل راسنا عالي. ربنا من حنانك ومن شمسك تدفينا، من مواهب وأمجاد تغنينا يا غلا روحنا يا كل الأمالي. الأجمل الأغلى نشد إنك وطننا ودارنا الأغلى، كل صوت إلك يا الغالي يهتف لك نشيدي وألحاني وموالي.
خالك وحن المواهب فيك ادعي ربي السماء طول الزمان يحمي نفتخر اننا اهلك ونمشي فيه كلنا مثلنا خلي راسنا عالي ربنا من حنانك ومن شمسك تدفينا من مواهب وامجاد تغنينا يا غلا روحنا يا كل الامالي بعد هذه الأجواء الجميلة والرائعة صراحة تتميز محافظة بلجرشي بفعاليات جميلة ورائعة. أيضا هذا المهرجان, طبعا هذا المهرجان هو من تنظيم مؤسسة سمو الأمير عبد الله بن ناصر آل سعود. طبعا في إدارة هذا المهرجان الأستاذ سيد موجود معنا حاليا في موقع المهرجان, نبغى نسمع له تحية قوية. سألها وين التحية؟ شاب طبعا ما شاء الله يتحرك هنا وهناك مع الفرقة هنا وهناك. نكمل معكم بنشيد استعراضي بعنوان إنسانيون, على أي إنسان أن يبقى بإنسانيته, فإن تغير على إنسانيته سيتحول إلى العكس. إنسانيون نشيد استعراضي لزهرات أطفال مواهب, أداء المنشد الأستاذ إبراهيم أبو جبل وأيضا المنشدة حلا مطر. نسمع لهم تحية قوية. وين التحية؟ وين؟ إنسانيين نعطف ونحب أحباب للخير رحماء القلب. إنسانيين نعطف ونحب أحباب للخير رحماء القلب. إنسانيين نعطف ونحب أحباب للخير رحماء القلب. للخير للخير رحماء القلب تستطيع أن تسعد الجميع في هذا العالم الوسيع, والخير أبدا لن يضيع. الناس للناس عاون ستعان, كرمك يعطيك في القلب أمان. تقديم الخير يجعلك سعيد, والبسمة تدوم والفرحة تزيد. تستطيع أن تسعد الجميع في هذا العالم الوسيع, والخير أبدا لن يضيع. إنساني تسعد الجميع في هذا العالم الوسيع, والخير أبدا لن يضيع.
كن كالعصفور يمرح ويطير وله في الكون أجمل تأثير. كن كالأزهار بالعطر تفوح فتسر العين وتسر الروح. تستطيع أن تسعد الجميع في هذا العالم الوسيع والخير أبدا لن يطير. إنساني الحب شعور الحب عطاء فاشمخ كالغيم تعطي بسخاء. بفعال الخير نحيا سعداء يحيا صنع فرح البسطاء. تستطيع أن تسعد الجميع في هذا العالم الوسيع والخير أبدا لن يضيع أبدا لن يضيع. وين التحية؟ وين اسمها تحية قوية؟ طبعا استاذ احمد نتوقف للفاصل، وبعد الفاصل طبعا في اهداء لاداره الشركه شركه الامير عبد الله بن ناصر، طالبين خصيصا نشيد حبيبتي يا مصر، حيكون ان شاء الله في خلال ثلاث فترات اليوم، اليوم العرض طويل جدا ان شاء الله. كذا جاهزين ان شاء الله المسابقه؟ جاهزين؟ جاهز. حلو، من حيفوز، الاولاد ولا البنات؟ من اللي حيفوز، الاولاد ولا البنات؟ يمكن البنات. طيب حلو، يمكن البنات. طيب عندنا فريق الاولاد وعندنا فريق البنات، توقع من اللي راح يفوز؟ من اللي راح يفوز؟ حنشوف الحين. حتكون عندنا، تعال هنا، حلو، تعال انت يا شطوره هنا، ايوه تعال تعال، اوقف هنا في الوسط، هنا هنا، ايوه تعال يا شطوره، ايوه خليك هنا. نبغى نسوي مسافة، سوي مسافة شوي، كل واحد يمد يده اليمين، سوي كذا بس، يدك اليمين اليمين اليمين، وناخذ مسافة على يدنا، يلا خذ مسافة على يدك، ايوه ايوه، حلو حلو. طيب اعطونا كاب، اعطونا اي شيء، فوق فوق راسه، ايوه لا خذ خذ، بدون استئذان بدون استئذان، جيب جيب بدون استئذان، ايه بدون استئذان، جيب 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 سريع، تعال 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 تعال، اقول لك شيء، تعال اقول لك شيء، تعال شوفوا البراءة والزين، لا لا اسمع اقول لك شيء، صغار ربي يحفظهم من كل حاسد او عين، تعال 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 اقول لك شيء، شوفوا البراءة والزين مع صغار جايين، صغار ربي يحفظهم من كل حاسد او عين، والله محسسني شعر جوري يا اخي، طلع طلع يا اخي، طلع طلع، جيب الكاب، ايوه الكاب، ايوه اي حلو، لا اله الا الله، ايوه حلو، ايوه والله يا جميل، جيب الكاب، جيب جيب الشنطه، جيب الشنطه، ومع صغار الاولاد يا محلى هذا الانشاد، هم طلع منها الجوالات، اي شيء ثقيل طلعه، ما احلاهم، لازم نفتش ال نفتش الشنطة. طبعا هذه الشنطة حق المصور، ما شاء الله، يخلي من ربهم، ما شاء الله، جايب مش والله حركات، ايه حلو حلو، جميل جميل. طيب خلونا صف واحد، خلونا صف واحد، خلونا صف واحد، خلونا على الخط هذا، على الخط هذا، يلا حلو، امسكي. طبعا انت حتحرك الشنطة، انا بعد من واحد، انت تحرك، يلا حركي، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر. ستوب، اذا قلت ستوب وهي عندك وين حتروح؟ يمين. لا مو يمين، حتروح تجلس هناك مكان ما جيت، خلاص يعني اي واحد نقول ستوب والشنطة في يده حيجلس برا. فهمت دحين؟ إذا الفريق الفائز هم اللي إن شاء الله يعني حيحصل على هدية، حنشوف الآن.
يلا عطنا صوت يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لسه كمل يا اولاد يا البنت. ايوه طب انت ايش دخلك؟ ها رسالة تحية، رسالة تحية قوية الساهل. عند مين؟ ابتسام. ايه هذه عند مين؟ الهال. ها؟ ما عندي. ها عند مين؟ ابو صوت قوي. كان مع هذا. مرة هذا ومرة هذا. ها عند مين؟ عطيتها وكان عندها. ما كان عندي. ابو صوت قوي. ما كان عندي. عند مين؟ عندها. اخر شيء. ما عندي. طيب ايش سوي في يدك؟ ايش سوي في يدك؟ اعطاني اياها. اه هو لما انا قلت ستوب هي كانت عند مين؟ كانت معه. هذا ولا هذا؟ هذا. اخر جواب؟ هذا. طيب خلاص احنا نعيد، احنا نعيد الان الجمهور اللي حيحكم. خلاص اذا قلت ستوب انت حتشوفوا حتوقف عند مين. الجمهور اللي حيحكم الان يلا حرك حرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 طيب ايش دخلكم؟ ارجعوا ارجعوا خلاص احنا نشوف حنشوف. ها عند مين؟ عندي. اسمك ايش؟ ليندا. نسمع ليندا تحيه، نسمع تحيه قاعد تستاهل. سريحي يا ليندا سريحي. طيب تعالي هنا يا شطورة يلا حرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لسه كمل 14 5 6 7 8 9 10 11 12 كيف الحال؟ خير. عند مين؟ عندي. بالله؟ ايوه. مع السلامة. ها نسمع له تحية، نسمع له تحية قوية الساهل. بقى عندنا 3 من البنات. الأولاد كيف صاروا 2؟ وكيف بالغلط؟ ليش راح؟ كيف راح هذا يعني؟ ها تعال انت تجي بدله، تعال ها تبغى تجي بدله. ايه تعال خلاص خلاص جاء واحد. ايه حلو تفضل ما شاء الله متحمس لسه حرك الصوب. خلاص عندك رجع عندك ها عندك. يلا حرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تضحك. طيب مع السلامة السريحان. اسمع لها تحية قد تستاهل. ايوه صاروا عندنا 2 من البنات. امسك تعالي انت هنا، تعالي هنا. لا خذوا مسافة. ايوه خذوا مسافة يا بطل. ايوه تعال هنا يا بابا، تعال هنا خذوا مسافة. ايوه يلا حرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 استوب. طلعت ونزلت كذا على طول. ايوه ايش المشكله؟ ها ايش المشكله؟ علي. ها علي. علي ايه بس ليش كذا على طول وتنزل على طول؟ ليش عادي؟ ها عادي. طيب انا اسمع له تحيه، اسمع له تحيه قوي الساهل. كم بقى عندنا؟ 1 2 3 4 تفضل. ولدين وبنتين وحنشوف مين. يلا حرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 عند البنت. صوت قوي. عند البنت. عندي. طيب انا اسمع لها تحيه، اسمع لها تحيه قد تستاهل تفضلي. بقي الان عندنا 1 2 3 يلا حنشوف. لا خلي البنت هناك يلا حرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لازم مسافة. ايوه لا تعطيه كذا يلا 1 2 3 4 5 6
ودولا دولا 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 الأولاد الغالي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ها شودة كان مع الولد بدن حلفالي كانت معي يا بتالة بعدين حذفها بعد ما قلت استوب هي عند مين وعند تان تان هي عند مين وعند مين كانت مع حالة ايوه قلت استوب كانت مع البنت كانت رمت على هذا وهذا رمى لي يا ابني تكلم دقيقه تعال ايوه اشرح البنت رمت على الولد والولد رمى لي وانا رجعت انت قلت استوب بعدين رماها يعني هي بينتهم بس ها ايوه وانت جاي من هناك يعني تفزع ايوه مع مين مع الولد ولا مع البنت ها طيب دقيقه احنا خلينا نتفاهم مع بعض تعال عند مين اخر واحد مسك هذا يا اخي تعال خليك هنا ايوه ها قلت استوب انت قبل ما تقول استوب وين ايوه هذا حلو وين ايوه ما كانت معي اعطانيها ايه كيف سوى كيف حذفها لي ما قلت استوب ايه كيف قال كيف سمعني ايش قال قال كذا ايه كيف حذفها لي ايه يعني انا قلت استوب هي عند مين كانت معه بعدين حذفها لي عند مين كانت معي وبعدين قلت استوب وانا في الرمي ها يعني عندك يب ها ايوه يب ها يب هذه حلوه طيب انا اسمع لي التحيه اسمع التحيه قوي السهل السريع طيب الان حتغير اللعبه شوي تعالي هنا لا شوف هنا حتعطيه باليمين اعطيه ابعد يدك هذه هذه اليد هذه ايوه اعطيه من هنا اعطيه انت حتجيبها من ورا جيب الشنطه منها من ورا ايوه يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 حبيبي اليوم وياك لا لا 4 5 6 7 8 9 10 11 ستوب ها شوف كذا كم تقول ستوب اعطيت جواب التمسكيه كيف انا انت كم تقول ستوب انا شوف لك كذا طيب وقف هنا وتكلم عشان نسمعك ايش قبل ما تقول ستوب انا اعطيت جواب التمسكيه لما قلت ستوب اعطيتوها تعال هنا ايوه ايش المشكله هو رمى لي ولا شفت معليش قوي لي الصوت يا بكر قوي لي الصوت ايش المشكله رماها لي ولا شفته رماها لي ايوه انت ايش تقول مش اعطيته امور قدام ما بتمسك مسوي كذا هي لا اهدى شوي ايش المشكله الان هي المفروض تخسر لنا هي المفروض تخسر من المفروض يخسر ما ادري يمكن الاولاد يمكن الاولاد ها هذا ها هي حرشها منو هذا اللي ابوها ايوه انا اعطيتو عطنا حل كم نعيد يلا عطنا حل سريع عطنا حل نعيد ما ادري نعيد ولا لا لا بتقول لا خلينا نسال الجمهور اللي يقول ان الفائز الولد نسمع تحيه قويه للولد اللي يقول ان الفائز البنت نسمع تحيه قويه للبنت شوف لا ابوه مو بابوي ايوه طيب يقول الناس انه انت خسرت يا بابا لا نعيد مالي دخل ايوه والله يا جماعه ابتلشنا نعيد ولا لا ها نعيد لا نعيد لا خلاص يلا يقول استاذ رامي الاثنين يحصل على هدايا نسمع لهم تحيه قويه السالون تعالوا عند الاستاذ سيد تفضلوا حبايبي اليوم ولا ليلى تبعك هذه ها حبايبي اليوم تم تسجيله وايضا تصويره في دولة مصر الحبيبة حبيبتي يا مصر نشيد استعراضي لزهرات اطفال ومواهب اداء المنشد الاستاذ ابراهيم ابو جبل مصر هتفضل غالية عليا غالية عليا غالية عليا مصر هتفضل غالية عليا
مكان في قلوب وردية ويجمع الأناشيد والاستعراضات في الفترة الثانية. كما نذكر أن جميع من تصور مع الزهرات جميعهم حيشارك معنا على المسرح في ضمن عروض هذه الليلة. نكمل بنشيد واستعراض للنجمة وقائدة الفرقة الحالية الرائعة والجميلة خديجة القادري. نسمع لها تحية قوية. وين تحية خديجة؟ وين لنا شمعة أمل؟ لنا شمعة أمل. لنا شمعة أمل، بسام وبصمة في
وين التحية؟ وين اسمها التحية قوية؟ صوت الماء، صوت الماء دائما ما يذكرنا بالنظافة. صوت الماء نشيد استعراضي لزهرات أطفال مواهب، أداء الجميلة والرائعة وسام عقيل. نسمع لها تحية قوية. وين تحية والسومة؟ وين؟ ما أجمله صوت الماء حين ينادي كل مساء، هيا خذ حماما وافرح ثم تمدد في استرخاء. ما أجمله صوت الماء حين ينادي كل مساء، هيا خذ حماما وافرح ثم تمدد في استرخاء. استرخاء بالفرشاة وبالمعجون وسواك اليوم. غيرنا مخرج، انا الاستاذ احمد مخرج والاستاذ سليمان مسك كاميرا اليوم. سليمان انت معنا على الهواء، مقلبناك يا سليمان. نكمل معكم الاناشيد والاستعراضات مع النجمه الشيقه والممتعه والرائعه. طبعا هي كانت اليوم احنا قدمنا اوبريت امام سعاده المحافظ الاستاذ سفر بن سويد الغامدي. هذه النجمة هي تألقت اليوم ما بين النجوم، كانت الرائعة وأفضلهم في الأوبريت أمام سعادة المحافظ النجمة ريماس قصادي. نسمع لها تحية قوية. وين تحية ريماس؟ وين؟ يخيرها أستاذ إبراهيم، يقول لها أي أنشودة عشان تميزتي؟ ها طبعا الكل متميز، ولكن ربما في أوقات هناك من يتميز ويظهر على الكل. دام عزك يا وطن تشتو به ابنة هذا الوطن التي يعني أبدعت وتميزت بأناشيدها الوطنية والمختلفة ريماس قصادي. بالله نسمع ريماس تحية. وين تحية ريماس؟ وين؟ Sa 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 s
اغنية تحية وين اسمها تحية قوية. نكمل معكم في ضمن عروض هذه الفترة للمبدعة المتألقة رفيف الحيدري نشيد بعنوان بنوتة. احنا نعرف انه البنت هي سكر الحياة، ان البنت هي جمال الحياة، انه البنت هي سكر البيت. بنوتة نشيد استعراضي تهديه المبدعة رفيف لكل بنت حاضرة معنا اليوم. نبغى نسمع تحية قوية لرفيف الحيدري. وين تحية رفيف وين؟ تحية وين اسمها تحية قوية. طيب حنستضيف اللي شاركوا معنا في تصوير الزهرات. طبعا أستاذ أحمد بقي عرض أخير مفاجأة بعد العرض التالي بعد التصوير مع الزهرات، وغدا هو يوم الختام لأطفال ومواهب هنا، وحنكون معكم بمشيئة الله تعالى في عيد الأضحى المبارك في مهرجان بلجرشي. طيب خلونا نشوف اللي تصوروا طبع الصور يجون الآن. الواحد في يد الصورة، المشرفات، الأمن، تعاونوا معنا، اللي في يد الصورة يجينا بس
اللي عنده الصورة اللي تصور مع الزهرات، واللي ما عنده يبغى يتصور الفترة القادمة، التصوير في الإدارة حيتم. يلا فقط اللي في يده الألبوم، ألبوم التصوير. كما نذكر بتوفر زيت الجوري وعطر خديجة. ارفع يدك أستاذ أحمد. الزيت اللي يستخدمه الزهرات للشعر، وأيضا عطر خديجة القادري موجود هنا في عطارة الحكمة. بهدوء ويلا نجي. الأطفال اللي تصوروا وعندهم ألبوم يجونا. غدا نختتم معكم الفعاليات هنا إن شاء الله. غدا حيكون بث مباشر متنوع أيضا من هنا من هذا الموقع. غدا هو ثالث يوم لأطفال ومواهب بمشيئة الله تعالى. اللي عندهم زي كذا يجون يلا، واللي ما عنده يبغى يتصور مع الزهرات بعد ما نخلص حننزل موقع التصوير في الإدارة. أيوة خلي الصورة كذا للكاميرا، صورة للكاميرا. أيوة فقط اللي عنده الألبوم، ما حد يجي اللي عنده الألبوم. يلا يا زينهم يا زينهم يا زينهم ابتسمين قولوا قولوا أبو سامي قولوا قولوا حي من جانا محلى لما تكون محلى يلا وانتو ويانا الساعة جانا وانتو ويانا الساعة جانا قولوا 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 حي من جانا شوفوا البراءة والزين مع الصغار الجايين طبعاً أحب أيضاً في هذا المهرجان وفي هذا الحضور الجماهيري أن نبارك للعريس والعروسة اللي تزوجوا من الجمعية، جمعية هذا العريس والعروسة. نقول لكم ألف مبروك، نسمع لهم تحية قوية. مشاركة منا يلا نقول لهم ألف مبروك إن شاء الله. نعم عليكم الأفراح. يلا تعالوا هنا، تعالوا في المكان الفاضي. يلا تحلى بكل الأوقات ومع صغار الأولاد يا محلى هذا الإنشاد صغار ما أحلاهم تعالي هنا عشان تصوير. تعالي بابا تعالي صغار شاطرة. يلا شاطرة يخلي من رباهم برواحنا نفديهم والقلب كم يغليهم. طبعا هؤلاء من أخذوا صور تذكارية مع زهرات أطفال ومواهب في الفترة الأولى. إذن حنروح الآن فاصل ونواصل. في أثناء الفاصل تصوير مع الزهرات، اللي يبغى يتصور مع الزهرات وأيضا يتجول في مدينة الألعاب، لكن العرض الأخير هو العرض المميز. يلا اللي يبغى يسلم على الزهرات يلا يلا ساهل. يلا قبل ما ننزل سلم على الزهرات وننزل. يلا شكرا لكم اللي تصوروا في الفترة الأولى. شكرا للأطفال في الفترة الأولى. طبعا فاصل ونواصل العرض الأخير والثالث مع أطفال ومواهب بعد انتهاء فترة التصوير. حيكون العرض ممتع الثالث. كما نذكر أن غدا ختام فعاليات فريق أطفال ومواهب هنا. بعد الفترة الثالثة حنكون في مدينة الألعاب، حنتجول في مدينة الألعاب بعون الله تعالى. اللي يبغى يلعب أيضا مع الزهرات يا حلاكم يا حلا بسمة شفاكم. أيضا الزهرات الآن يغادرون. أبو سام زهرات يغادرون الموقع التصوير، وعندنا هدية مقدم من إدارة المهرجان للعريس والعروسة. حبايب اليوم وياي ولا ليلى لا ليلى حبايب اليوم وياي دول البنات الحلوين ودول دول الأولاد الغالين. السلام عليكم.
مساكم الله بالخير. والله أنا ترى أيد كل معاق أن يتزوج معاقة، وما عندي أي مشكلة، زميلاتي وأنا أدعم كل معاق أن يتزوج، لو رغبة في الزواج ما يحد الزواج عن الإعاقة، الإعاقة ما تحده عن الزواج. وشكرا. شكرا لكم، شكرا لكم. إذن فاصل ونواصل بمشيئة الله العرض الأخير. قولوا قولوا حي مجانا، شوفوا البراءة والزين مع الصغار الجايين، صغار ربي يحفظهم من كل حاسد أو عين. يا قمر بين الكواكب، قناتي الغالية وأحلى قناة، وين عشان كلنا أطفال ومواهب وإحنا دعيناها أزهار الحياة. وتسلم لي وتسلم لي قناتي، أحلى شيء في حياتي وأجمل أمنياتي، أنا عشقها كثير. يا أطفال ومواهب لها سحر وعجايب، ولا مثلك يناسب لها العمر الصغير. وتسلم لي وتسلم لي قناتي، أحلى شيء في حياتي وأجمل أمنياتي، أنا عشقها كثير. يا أطفال تحية قوية. آدم أبونا ومنا حواء، آخر الاستعراضات الخاصة بنجوم وزهرات أطفال ومواهب، وغدا يوم أجمل، غدا أطفال ومواهب يختمون فعالياتهم، وترقبوا مفاجأتهم بمشيئة الله تعالى في العيد. آدم أبونا ومنا حواء، مهما اختلفنا نفسنا والوان، الدنيا عند الله ما تسوى، والفرق بالتقوى وبالإيمان. يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا، إنساننا واهتم بالإنسان. كل نعمة كلن يقول للثاني كيف الحال، مهما تكون أعمالنا
تحية فاطمة وين اسمها تحية قوية. إذا أستاذ أحمد نودع جمهورنا الأعزاء لهذا اليوم ونعدهم ببكرة بيوم ختامي ماتع من بعد صلاة المغرب بعون الله تعالى، وأيضا استمتاع وتصوير مع زهرات قناة أطفال ومواهب الفضائية. دائما نقدم كل جديد. إذا غدا هو اليوم الثالث لنا هنا واليوم الختامي لنا هنا بعون الله تعالى. إذا شكرا لكل من حضر معنا هذه الليلة. غدا موعدنا يتجدد في نفس المكان والزمان مع نجوم وزهرات أطفال. كما نشكر حبيبنا المصور أمجد القرن، نقول ألف شكر على حضورك وتميزك. إذا نلقاكم غدا في نفس المكان والزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفال ومواهب نحن، كلمات وعانقها لحن، نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. أطفال ومواهب نحن، كلمات وعانقها لحن، نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. يتمايل فرحا وسرورا. أطفال ومواهب.